طيب أكمل قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. طيب أكمل قول الله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. يا شيخ جهاد فتح الله عليك، اقرأ لنا قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يا شيخ جهاد الدين فتح الله عليك، اقرأ لنا قول الله عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. حج.
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وكذب موسى وقوم لوط وإبراهيم وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يا أيها الشيخ العربيلي اقرأ لنا قول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه ويقدر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو على إنه بكل شيء عليم. إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نحن في سبق يا شيخ. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. حسبك يا شيخ جهاد، اللهم اجعلنا منهم. أحسنت، فتح الله عليك.